انطلق أبو عبد الرحمن في رحلة برية مع أصدقائه إلى إحدى السدود التهامية تسمى سد وادي مرة بقرية فرشاط. وفور وصولهم واختيارهم للمكان المناسب تم توزيع المهام وبدأ الجميع في الإعداد والتحضير لبرنامجهم اليومي. أغلب رحلاتنا في أيام الشتاء تكون على منطقة تهامة، خاصة المنطقة المحادية لتهامة والجبال من جهة تهامة، لاكتسائها بالخضرة ووجود المياه ووجود الأشجار النادرة ووجود الطبيعة بطلعاتنا. طبعا هي جروب، الحمد لله يعني جروب متعاون، تجد فيه ما شاء الله الحيوية، تجد فيه المساعدة والعون والدعم. هذه يا حبيبنا خبزة الملة بطريقة مطورة يعني، أو المرمودة زي ما يقولون، بطريقة يعني حديثة. كان أول رمادة على طول، لكن احنا استخدمنا الصاج هذا الجديد، إن شاء الله تعجب الآكل والمشاهد. ويتميز وادي مرة الواقع بقرية فرشاط الذي يبعد حوالي 95 كيلو مترا من النماص بطبيعة جميلة ذات إطلالة بهية. احنا نبدأ الكشتة من بعد صلاة الفجر، ومع النشامة أخويانا اللي ورانا دولة فريق كامل متكامل، يعني كل اللي يجيب غرض اتفاق بين جروب، كل مسؤول عن حاجة يجتمع نجيب الأغراض ونتمشى. وإحنا قمنا علشان لابسين لباس المسير الجبلي عشان نمشي كم كيلو كذا، 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو اللي متيسر. والحمد لله يعني نشاهد الطبيعة ونشاهد الأشياء الحلوة، وإن شاء الله بنزير طلعتنا كبسة الحاشي دي إن شاء الله. نقلي البصل الحين مع الفلفل، اولا الكشتات او الطلعات تحتاج الى تنظيم وترتيب من قبل الطلعه بيوم او يومين تقريبا. لذلك يتم اختيار الموقع وتحديده، ثم تحديد الافراد او العناصر اللي يتم اختيارها في هذه الرحله، كذلك الاغراض وما يحتاجه اهل الكشته او الطلعه من اغراض وترتيبات. طبعا هذه تحتاج من يوم الى يومين علشان تنسق مع الزملاء وتختار السيارات المناسبه والاماكن المناسبه. ففي المكشات اجتمع الاصدقاء لبث روح التعاون في صنع الذكريات بكل شواهده وتفاصيله، فهو تجديد للنفس لما لها من حق في البحث عن الاسترخاء بين احضان الطبيعه التي تنعش الجسد وتبعده عن صخب المدينه ومتاعبها. حياكم الله على كشتتكم اليوم. لبرنامج من السعودية، ظافر البكري، عسير.